السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ يستاهل الفرطاس وصافي بليزير البيت الاخراني اللي ماركاه سعيد بن رحمه. اول اهداف سعيد بن رحمه على مانشستر سيتي، سعيد بن رحمه يقضي على احلام بيب غوارديولا. بون خاوتي، بيب غوارديولا راني جايك ونحكوا على المباراه، لان بيب غوارديولا هذيك التخريجه اللي خرج فيها رياض محرز راهو دخلت في بلاصتي وفي الفوضير، راهو ضيع لك بيناتي وما فهمتش انا. دوك نحكوا في القضيه هذه، نجيو نقصفوا شويه بيب غوارديولا. اولا نبداو على المحترفين تاعنا، الله يبارك اليوم، يعني الله يبارك كاع ماركاو تقريبا كاع ماركاو الا رياض محرز. سعيد بن رحمه حتى بيناتي، ولكن ماركاو بيناتي مهم، راكو تشوفوا في الفوضير راهو ضيع بيناتي. بيناتي ماشي سهله باش ديرها، باش نتفاهموا. ف اللاعبين تاعنا كاع ماركاو، رامي بن 70 زوج اهداف، واسمو زروقي شفت بيت واحد، هذاك الصاروخ هذاك، شوفوا روابط الاهداف كاع تلقاوها في اول تعليق في هذا الفيديو. كملوا الفيديو ومن بعد هبطوا التعليقات تشوفوا الاهداف، باش نهضروا على اللاعبين تاعنا. واسمو عموره ماركا تانيك بيت رائع، كونتر اتاك روعه. سعيد بن رحمه هدف رياض محرز، راهو مع نادي الله غالب يا خوتي. النادي هذا مكروه على هذيك ويست هام. اي لاف يو بن رحمه خويا، اي لاف يو. بو كي تشوف الاهداف اللي راهم يماركيو فيهم تاوعنا، زيد تانيك بن ناصر ماركا، راكو على بالكم، تحس باللي جمال بالماضي. بو ما نقولكش، ولكن تحس باللي جمال بالماضي حفز اللاعبين تاوعنا باش يقصفوا بوركينا فاسو، والهضره اللي راهم يهضروا فيها باش يسكنوا لهم الرعب في قلوبهم باللي احنا شو وين رانا نسجلوا في اوروبا. تما ماشي سهل الحال باش يعرفوا قيمه اللاعبين تاوعنا اللي راهم مقدمين اداء من اروع ما يكون. اسبوع حلم، اسبوع رائع 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 جدا، ابار سيتي اللي الله غالب ما نحبوهاش. بون انا ما نحبهاش يا خالتي، اللي يحبها بصحته على كل حال. ف واسمو اليوم رامي بن 70 يعاودها لهم ضد الباير، عاودها لهم في البوكال، لعبوا في البوكال، البوكال بالالمانيه يعني الكاس، لعبوا في الكاس، ماركا لهم زوج اهداف. مانوال نويا راهو طايح عليك رامي بن 70، يعني ماشي راسيه ولا كونتر اتاك، فض عطاوها له حطها ديرك لداخل من اروع ما يكون، الله يبارك. ووحده بيناتي فتألق، خليتهم ماشي خليتهم، خسروا ربحوا 5-0، ربحوا 5-0. زروقي البيت الثاني ما شفتوش، قالوا لي في الانستغرام، انا حطيت البيت الاولاني تاعو، قالوا لي راهو ماركا زوج هدف من اروع ما يكون، صاروخ ارض جو حطها له، وين يسكن ابليس يا غاوتي، حطها له دي ما تشوفهاش في السماء وما تشوفهاش، لازم لها الريبيتيسيون باش تقدر تحكم الكره هذيك. الله يبارك. وعمورة الله يبارك اللي طلع من البطولة الجزائرية، ودوكا راهو في المنتخب الأول الجزائري، كونتر اتاك هبطها مليح، جرى بها، خرج له الغارديان، فط حطها ديرك لداخل، الله يبارك. ما نموت السعادة، هذه هي السعادة، كي تألقوا كاع هكذا ضربة واحدة، نحس روحي بيان، نحس روحي شغل سعيد الله يبارك. بو نتمنى لهم غير التوفيق، وهادي بل راهم تما راهم يقولوا البلماضي رانا واجدين باش نغلقوا بعض الافواه نهائيا، ماشي نغلقوها، نكسروا بعض الافواه. ان شاء الله يا بوركينا فاسو، حسم الضيافه دوبل ان شاء الله، على الهضره اللي راكو تهضروا فيها، ان شاء الله ماشي نكسروا لكم الاسنان ولا فمكم، نكسروا لكم التاريخ تاعكم من 10 سنين ما تنساوناش باذن الله عز وجل. بالماضي ربي يوفقك وقم بالقضيه، قضي عليهم ضربه واحده باش ما يزيدوش، باش كاع يغلقوا فامهم نهائيا، نتمناها ضربه قاضيه ديرك، ضربه قاضيه. نعاودوا نولوا للمباراه تاعنا اللي شفناها، يعني من ال الزيرو المباريات الاخرى ما شفتهمش الله غالب. كما قلت لكم ديجا خالتي، راني مشغول، ما تلومونيش، هاد الايام عندي واحد الشغالات، شغل ايرجون، ولكن نحاول اني ما نغيبش عليكم كي تكون امور احتفالات كيما هادو. هكذا خاوتي، نعاودوا نولوا للمباراه تاعنا، ويست هام ضد مانشستر سيتي، لعبوا في لندن عند ويست هام، هكذا ولا لا؟ المباراه خلاص 0-0 بلي بيناتي، سعيد بن رحمه اخر من قذف في الكره هو ربح، وراح احتفل مع الجماهير والاصدقاء تاعو والعلامات. كي تشوفوا في السطاد
دايرين العلامات كومبلي، العلامات تاع الجزائر الله يبارك. اه شارف والله غير شارف. الجزائريين وين تروح تلقاهم ترفد حجره في على باليش في التكساس، ترفد حجره يخرج لك جزائري. آه الله يبارك، صافي بليزير على بالكم. يعني انا نشكركم، انا واحد من الناس نشكركم، لان اللاعبين تاعنا كي يدخل للستاد يشوف العلامات تاع الجزائر يعرف باللي الشعب راه موراه وين يكون، ماشي غير في المنتخب. هكذا خاوتي نجو نحكوا على المباراه، نحكوا بيب غوارديولا كيفاش خرج رياض محرز. يا هل ترى رياض محرز كان الأسوأ؟ كي تجي تشوف باللي خرجوا بون ووكر، خرجوا ديرك مع بدايه الشوط الاول، دخل كانسيلو، لان كانسيلو راوغ وسريع وكذا، ووكر ما بانش كاع بريمي ميطو، ما بانش كاع. ومن بعد نحكوا على الدخول تاع سعيد بن رحمه موراها. انا هذه ما عمرك ما يخلوك تساعد، عمرك ما يخلو هكذا زوج جزائريين فوق الميدان ضد بعضهم يلعبوا. اه لازم اذا والله يا خوتي كنت راح نحط في الانستغرام بعد دخول سعيد بن رحمه، كنت راح نحط سعيد بن رحمه تصويره تاع سعيد بن رحمه ورياض محرز، ونقول بعد دخول سعيد بن رحمه راني شاك باللي بيب غوارديولا راح يخرج رياض محرز. بعد قلت لا، قلت رياض محرز ما لعبش الماتش اللي فات، راني جايكم هذه تسمى مهمه، الهضره اللي راني نهضرها مهمه. ما لعبش الماتش اللي فات، كي ما لعبش الماتش اللي فات امبوسيبل يخرجوا، لان يخليه حتى الدقائق الاخيره حتى يخلص الماتش. وهذه الكاس، وزيد رحيم ستيرلينغ راهو ملهي، انا شكيت لو كان يخرج رحيم ستيرلينغ اللي ما راهو ما داير والو، غوندوغان اللي راهو غير يراطي. متفاجئ انا يا رياض محرز خارج، ما مشط رياض محرز شغل ما عجبوش العذاب، ضل ما عجبكش الحبس راك تقول راني سعيد. هذيك دبر راسك، حياتك انت دبر راسك. هذاك الامر انا ما يهمنيش على كل حال، انا ماذا بيا نشوفك تلعب، والجزائريين كاع ماذا بيهم يشوفوك تلعب، ماذا بيهم الجزائريين ماذا بيهم يستعدوا بك، هذا ما كان، ماشي ماذا بيهم يشوفوك في الدكه، ماشي زعما يكرهوا السيتي ولا يحبوك، تالمو اللي يحبوك راهم يقولوا لك ارحل، هذا ما كان. وهذاك الامر يعود ليك، انا واحد من الناس كي نقرر حاجه واحد ما يدخل روحه فيا. بصح اذا شفت روحي غالط 100% فناخذ راي الناس، هذا ما كان. ف بيب غوارديولا يخرج رياض محرز، شفنا رياض محرز انه رياض محرز تيرا حاول كان يقدم في التمريرات. اسمع ما راكش تلعب انت يا ضد ما على باليش انا يا استون فيلا، ولا راك تلعب مع ويسام، ويسام راهي في المرتبه الرابعه في الاوروبا ليغ، راهي رابحه كاع لي ماتش، سيتي ما راهيش رابحه كاع لي ماتش في فوسمو، يعني ماتش اكيد راح يكون صعيب. عندهم مرتدات، عندهم هجوم، راهم كانوا مانشستر ايفني هما اول هجوم، دوكا واقيلا راهم ثاني احسن هجوم ولا ثالث احسن هجوم في يعني يماركي لك، والدفاع يدافعوا، يعني فريق متكامل بوم، ما راهوش قوي جدا جدا، ولكن فريق اللي كيما نقولوا يوقف معاك مد الند. راكو تشوفوا ربحوا توتنهام، ربحوا لي ماتش، راهم يربحوا يعني فوسمو في الدوري، واقيل مازال ما خسروش كاع في الدوري، ويسام مازال ما خسرتش كاع، راكو شايفين. فالمباراة اكيد راح تكون صعيبة، بس باش تلقى الحلول رياض محرز قدم عرضيات، قدم كذا، راح نسلي وجده، راه يقول يا بيب غوارديولا نتايا اللي راك يعني انا هذه هي اللي حتى انا رياض محرز الماتش اللي فات ماركا زوج، الماتش اللي ماركا فيه زوج، الاخراني اللي لعبوا ماركا فيه زوج، وزاد دخل في الدقائق الاخيره الماتش هذاك اللي فات ماركا بيه، ولا يهضروا عليه في المؤتمر الصحفي، طايحين عليهم بالمير ماركا بيه، رياض محرز ماركا زوج اللي بيت، طايحين عليه بالمير وفي الفودين، في الفودين الصحافه كاع ما رياض محرز ما تجبدش كاع اسمه، يعني مع مانشستر سيتي بالمير يماركي بيه، رياض محرز يماركي هاتريك، يبقى السؤال غير على بالمير والتطبال على بالمير. فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ يعني هنايا تشوف باللي الامر سي با نورمال، يعني رياض محرز تقريبا مؤخرا ماهوش يتذكر كاع اسمه في اسمه، حتى ولو يماركي على الاقل يقولوا له في المؤتمر الصحفي رياض محرز شوف درت تبديل في خمس دقائق ماركا بيت، والو. فهنايا تشوف باللي انا واش كاين واحد راه يكتب لي في التعليقات متتبع كبير بزاف، قال لي باللي كان عايش في مانشستر، في مانشستر وعنده ولادو زايدين تما، قال لي مانشستر عنصريين بزاف، وراني نشوف انا في المؤتمر الصحفي الصحافه تاع مانشستر هذيك تهضر غير على اللاعبين تاعهم. يعني شفتوا انتم ديجا باش نعطي لكم مثل في الشامبيونز ليغ العام اللي فات، رياض محرز ضد باريس سان جيرمان مركز زوج اللي بيت، عطاو راجل المباراه لكدا، وحتى في الصحافه في التلفزيون كي رحنا للتحليل تاعهم، الاخر يقول له نو كيفين دي برون احسن، الاخر يقول له انا فودين احسن لاعب، ما جبدوش كاع رياض محرز، بس شوف باللي كيما نقولوا حابين عنصريين. فتشوف انت التغيير تاع بيب غوارديولا، شفنا باللي لاعبين بزاف، كيفين دي برون ما كانش مد، كيفين دي برون خرجوا في الدقيقه 83
رياض محرز خرجوا على البكري في دقيقة 69 ولا في 70 ولا فهمتوا، فتشوف باللي لاعبين بزاف ما قدموش. رحيم ستيرلينغ ما كان والو، واسمه غوندوغان ما كان والو، كيفين ديبا طاح على اولهم. رياض خلينا من الفقاع الوركاب هذاك تكتيكي هذاك يعني بين الميطون، راني نحكي كي بدات كيما نقولوا 60 دقيقة 70 دقيقة اولهم رياض محرز ابن عمي، وكان احسنهم تقريبا، كان احسنهم. انا شفت التنقيط، التنقيط تاعو كان واقي 6.6 الاخرين 6.4 6.3 بلا تنقيط نشوف بعينيا. فخرج انت رياض محرز تخلك راه دخلت في الفوضين، ما قلنا احنا نحبوا في الفوضين، ولكن راك تشوف باللي ضيع لك بيناتي. لو كان كان رياض محرز، رياض محرز راه يسجل لي بيناتي، راه يدير لي بيناتي. فقضى عليهم سعيد بن رحمه، سعيد بن رحمه دخل شتو المراوغه كي تلموا عليه خمسه كيفاش خرج من عندهم، الجماهير تسفى خرج من عندهم بام 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 بام. ومن بعد الله غالب مانشستر سيتي كان ضغطه ما كانش يلمس بزاف كره، ما لمسش تقريبا بزاف كرات على هذيك اللي ما نقدروش نحكوا يعني. فسعيد بن رحمه اللي هنايا دخل بيناتي تاعو وجابها، انت خرجت محرز دخلوا لك بن رحمه اللي حطها لك تما. قصك ديرك طرماك ديرك، تستاهل تستاهل تستاهل. باش شوفوا بلي بيب غوارديولا مع رياض محرز مالغري راهو يقدم اداء راهو احسن اداء في مانشستر سيتي، ولكن دائما الضحيه. والقرار يعود لرياض محرز يا خوتي. خوتي ليله سعيده، ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.